وصلنا مدينة ريغا عاصمة لاتفيا ولاتفيا. عموما مدينة جميلة جدا، بنعطيكم بعض المعلومات عنها بشكل سريع، وبناخذ هذه الجولة نشوف شو في حوالينا في هذه المنطقة. عاصمة لاتفيا هي أكبر مدن بحر البلطيق، فيها مزيج حلو ما بين العادات اللاتفية اللي موجودة في هذه البلد، وأيضا اكتسبت مجموعة من عادات الدول اللي احتلتها. عدد سكان هذه المدينة تقريبا 727,000 زايد ناقص، يشكلون 42% من سكانها اللاتفيون، و 39% من الروس. أيضا اللغة المعتمدة عندهم يعني تصنف بأنها من اللغات الهندو أوروبية. القديم. طبعا هذا المركز صنفته اليونسكو على أساس أنه واحد من مواقع التراث العالمية. هذا المركز يعني تتميز مباني بشكل خاص في التراث العمراني. أيضا يا جماعة الخير تم تصنيف هذه المدينة على أساس أنها واحدة من أنظف المدن في أوروبا، إذا ما كانت أنظفها على الإطلاق. هذه الأجواء اللي في البول تاون، شوف حتى الشيشة تغزو هذه المنطقة. من الأشياء المميزة في هذه المدينة الجميلة اللي تم تصنيفها يعني في مسابقة على الإنترنت واحدة أو المرتبة الأولى من أجمل دول العالم كجمهورية لاتفيا، زين. لكن أيضا تقدرون تكتشفونها إذا مشيتوا يعني في هذه المنطقة، تقدرون تكتشفون جمالية هذا المكان بشكل عام. من المعلومات اللي ممكن ما تفيدكم في شيء، أطول نساء العالم أو معدل أطول النساء في العالم موجودين هنا في لاتفيا، هم في المرتبة الأولى عالميا. بتسألوني عن ريايل في هولندا، كنت أعتقد أنهم في ألمانيا، بس حسب التصنيف الأخير في 2016 طلعوا في هولندا. الأجواء في الأول تاون جميلة جدا، يعني أحب هذه الأجواء أنا وايد في أوروبا. شوفوا هذا البرج الطويل، هذا برج التلفزيون عندهم هناك. لكن بشكل عام مدينة رائعة. شوفوا كيف جمالية المكان هنا، حبيت. We'll be right back.
هذا قطار يوديكم المدينة. على فكرة الشعب اللاتيفي شعب يعني محب للسياحة، محب للضيوف، وايد ودود، وايد بشوش، يمكن عنده تحفظ إذا بتدخل في حياته الشخصية، ولكن بشكل عام هو يحب السواح. في شيء غريب شفته في كوبنهاغن، شايفين أرقام السيارات المميزة؟ ما يحطوا لك أرقام، تقدر تدفع بيزات زيادة وتحط اسمك إذا ما كان الاسم مستخدم أصلاً، فبتحصل رقم سيارة شيء، بس واحد كاتب اسمه، مثلاً ممكن أحط اسمي أنا محمود ولا ماي ألي 11 كرقم سيارة، وأقدر أتحرك بس أدفع بيزات زيادة وأمتلك هذا الاسم خلاص لي أنا. نفس النظام اللي موجود عندنا في دبي في الأرقام المميزة. يعني حتى المباني الجديدة في لها تصميمات مميزة وما تطلع عن الجو العام في هذا المكان، فمنطقة جميلة جدا بصراحة. يعني الأول تاون في معظم الدول اللي زرتها وضعهم جميل جدا، مكان شيء يشرح البال ويشرح الخاطر، كافيهات، مطاعم، ما بقول بارات بس في وايد بارات بعد. اخواني وخواتي بالتحديد، في وايد رسائل توصلني، اسئله واستفسارات على مواضيع معينه، فأنا أشوف يعني هذه المواضيع ممكن أني أنا أخذ الأسئلة هذه وأجاوب فيها على العام بعد إذنكم يعني، وممكن أني أنا ما أطلع الأكاونت حتى، ممكن أني بس أخذ كابتشر على السؤال إذا تسمحوا لي، يعني على أساس أنه أكبر عدد من المتابعين ممكن يستفيدون من وراء هذه الأسئلة. لما راجع لكم أبغي بس الشخص اللي يسألني يقول لي ما عندي مشكلة أني أنا أنشر السؤال. شكراً. بالنسبة لشركات الاتصالات، أول ما توصل المطار ممكن إذا كانت الشركة موجودة هناك تقول لهم أنا أبغي بطاقة تشتغل في كل المدن الأوروبية. هذه البطاقة هي بطاقة خط مش بطاقة مدفوعة، فبتشتغل معاك في كل المدن الأوروبية. نعم، لكن نصيحتي أنا خذ البطائق من كل دولة، ليش تورط نفسك ببطاقة ممكن انك انت تدفع فيها يعني رسوم شهرية او شيء بهذا الشكل. انا وجهة نظري لا، خذ لك بطاقة من كل دولة. وكم قيمة البطاقة في كل دولة؟ تحرون مثل اتصالات ودو عندنا؟ لا يا جماعة الخير، بطايقهم كم؟ تاخذ لك 5 جي بي بثلاثة يورو او اربعة يورو مثلا. انا هني ما اخذ 5 جي بي حق 10 ايام تشتغل، اربعة يورو وشوية يعني عشان اكون صادق، 5 يورو قول ولا شيء. Should be a worker, is there still work? We used to.